العنوان العريض لا يزال الموافقة على صناديق الاستثمارية للبيتكوين، ولكن إذا بنلاحظ إحنا حتى ما بعد الخبر كان في عنا نوع من التراجع، نوع من موجة يعني شراء الأخبار الإشاعات وبيع الخبر، وأعطتنا فرصة كانت جيدة تقريبا أقل من 40,000، كانت جيدة كمان للدخول، ورجعنا بلشنا نشوف التدفقات إلى الصناديق البيتكوين ظلت على استمرار على ارتفاع، وهذا الشيء طبعا دعم الأسعار. الأمر الآخر اللي بيتعلق بالبيتكوين ودورة البيتكوين كمان، نحن نتوجه إلى الهالفينج تقريبا في منتصف شهر أبريل، وعادة كمان بتشارك بالتراجعات اللي كنا عم نشهدها في بداية العام، وكمان عادة ما يدل على موجة ارتفاعات قريبة كمان، لأنه تعدين رح يكون يمكن فرصه للربح أقل، فبيتوجهوا كمان لشراء البيتكوين بشكل أكبر ما قبل. والارتفاعات الأخيرة طبعا في نهاية الأسبوع الماضي كان بلاك روك، وكمان استحوذ بشكل أكبر على صناديق البيتكوين الاستثمارية. فرح، بعد استقراره عند هذا الرقم، هل يمكن اعتبار ذلك مؤشر إيجابي نحو مزيد من الصعود مستقبلاً؟ يعني في عنا العديد من الإشارات الإيجابية بغض النظر حتى عن سعره، ولكن إذا بدنا نشوف الانفلوز مثل ما كنت عم أقول لك إلى الصناديق الاستثمارية للبيتكوين على الرغم من ارتفاعات الذهب كمان، ولكن بنشوف إنه بالفعل الهيدج فاندز كانوا عم يتوجهوا على البيتكوين بشكل أكبر، كان في عنا أوتفلوز أو تدفقات خارجية من صناديق الذهب بالوقت اللي كمان البيتكوين كان عم يكسب أكثر. الأمر الآخر كمان بدنا نشوف الحيتان الكبرى ما عم نشوف في تحرك كبير في يمكن المحافظ الخاصة فيهم، حتى المحافظ الأكثرية لا تزال باردة، ما عم نشوف توجه إلى يمكن الاكسشينج ليكون في نوع من المضاربة. من يمتلك البيتكوين يبدو أنه محافظ عليها على الرغم من هالارتفاعات الكبيرة اللي عم نشهدها، ولكن بشكل عام ليش عم نشوف هالتوجه؟ وأظن هذه الأساسيات اللي فعلا رح تكون عم تدعم البيتكوين في هذا العام، والعملات المشفرة على الأرجح في شكل عام. أول شيء طبعا تراجع الدولار بشكل كبير، توقعات خصوص البيانات اللي كانت عم تصدر في الأسبوع الماضي عم تفرجينا يمكن قدرة الفدرالي للاستمرار في هذه اللهجة المتشددة، يتراجع أكثر وأكثر، عم يدعم طبعا كنا عم نحكي عن الذهب أو البيتكوين، عم يستفيدوا اثنيناتهم بهذا الأمر. الأمر الآخر يمكن مخاوف في قطاع المصارف قد يدعم كمان بشكل أكبر البيتكوين، وهذا ما شاهدناه كمان في العام الماضي. أظن في عنا أساسيات بتدعم البيتكوين في هذا العام أكثر بس من الطلب إذا بدنا نحكي عنه، ومن ناحية حتى قد إيه الأسهم مرتفعة وقد إيه يمكن عوائدها عم بتكون يمكن قد تكون محدودة مقارنة بالارتفاعات اللي كنا عم نشهدها على الذهب والبيتكوين مع بعض. طيب، في سؤال ملح ربما لي ربما لكل المشاهدين، هل يمكن التعويل عليه كملاذ آمن كبيتكوين للاستثمار أو حتى الادخار بدلا عن الذهب أو الدولار مثلا؟ أعطينا نصيحة من قلبك هلأ بالوقت الحالي. هلأ صراحة ملاذ آمن معناتها هو نوع من الأصول اللي بتوجه عليها المستثمرين في حال من الذعر في الأسواق، منلاقي في عنده تحركات مماثلة للذهب، ولكن كنوع من يعني الهجنج للتضخم منلاقيه كمان عم يتحرك مثل الذهب، وقت نكون عم نشوف في تراجع شهية شراء الدولار الأمريكي أو تراجع عوائد السندات أو عدم قدرة مثل ما كنت عم أقول لك عوائد تكون توقعات مرتفعة من الأسهم، فهون في عنا شبه نوعا ما للذهب، ولكن لنكون عم نقول عنه انه هو ملاذ امن. اظن بالطريقه المشاكل الوحيده او المخاوف اللي كانت عند المستثمرين اللي فرجتنا انه البيتكوين او العملات المشفره كانت نوعا ما ملاذ امن، كان وقتها كان عندنا مخاوف اولا في قطاع المصارف، لاحظنا انهيار بعض المصارف العام الماضي فعلا ادت الى موجات شراء للبيتكوين. الامر الاخر كمان نوع من تراجع يمكن ثقة المستثمرين في العملات، كمان كل ما كنا عم نشوف تحركات نوعا ما اعتبرها البعض غير منطقية للبنوك كمان خلال يعني ما بعد كورونا، وبلاقي هيدي العلاقة ما بين الذهب وما بين كملاذ آمن طبعا وما بين البيتكوين شفناها فقط ما بعد كمان أزمة 2020 ما بعد كوفيد، فنوعا ما لا نزال في فتره قليله لنقدر انه نحن اوكي هو ملاذ امن، نحن بحاجه لاختبارات تاريخيه طويله، ولكنه ابدا بعض الاختبارات نجح ببعض الاختبارات خصوصي واذا كنا عم نحكي عن علاقته بالعملات وعلاقته كمان في
كنوع من التوجه إليه في حال كان عندنا مخاوف في القطاع المصرفي. ولكن مثلا التوترات الجيوسياسية مرات لا بالعكس ضغطت على البيتكوين. نعم. كان عندنا علاقة واضحة جدا ما بين البيتكوين والأصول عالية المخاطر الأخرى كالأسهم مثلا. ما بعد الارتفاعات في عام 2021 لا تراجعوا سوا، وما كانوا عم يتحركوا كمان بعلاقة وطيدة مع الذهب. ولكن في الوقت الحالي العلاقة بسيطة جدا، نتكلم عن تقريبا عم نحكي عن 0.8 أكثر بشوية من 0.8، وهيدي correlation مرتفعة، مرتفعة تقريبا عم نكون قريبين من correlation الكاملة عند الواحد. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من دبي السيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك، نورتينا.